إن شاء الله صوتي واضح شباب. عليكم السلام دكتور. حياكم دكتور بس عندي سؤال. بلي تفضل. دكتور بس بخصوص محاضرة الورش ما موجودة بالمودل. لا موجودة. هسه راويك دكتور شو أنا ما طالع عندي شو دورتها ما لقيتها. هسه سويا نشوفها. اي والله دكتور. ماشي. هو شباب اكو طلاب شكت انه يابا الانترنت ضعيف، وانه المحاضرة كبير ما جاي نشوفها. المهم هو هذا خياركم اي شباب. والله دكتور انا ما طالع الدابة بالمودم. هاي رابط، شوف هسه من تنزل للويرز اكو جوا رابط تسجيل محاضرة الهدارات الجزء الاول، هي هاي محاضرة الوير. عموما هسه اني مبدئيا دكتور هالمرة رابط يعني مو كل اي مرة رابط اي، يختلف يعني. لانه اللقاء الاونلاين اللي صار بيناتنا هو تم اعتماده. عموما شباب هسه احنا بغض النظر عن المشاكل اللي حثت وياكم، راح نعيد المحاضرة الاولى بشكل سريع، وراح ارفع لكم اياها كيوتيوب، ما راح يعني جوجل درايف اسوي له داونلود وارتبه على مود اي من والله دكتور تفتحها، يا ريت على اليوتيوب. اي من تفتحها ما يصير عندك مشاكل من هالباب. بكم خير ودللوا. عموما خلي هسه قبل لا نبدا باسئلتكم، خلينا نعيد المحاضره مال ذاك الاسبوع بصوره سريعه، نركز على بعض النقاط المهمه، بعدين نبدا محاضره هذا اليوم اللي تمثل الامثله على محاضره ذاك الاسبوع. فاذا تشوفون الصوره طلعت واضحه يمكم، تمام. قايل لك الوير هي عبارة عن أداة تستخدم لقياس التصاريف بالأوبن شانل فلو، وأحيانا تستخدم للسيطرة. لو نشوف هذا الفيديو يعني المقتطع لكم أنه يبين وظيفة الوير. لو تشوفون قدامكم هذا هو الأب ستريم مال الوير، وذاك كان الداون ستريم، وهاي لو تشوفون هذه صور تمثل خلينا نقول الواقع العملي للهدارات، مثل ما بين بيش المحاضرة، بس عادة سريعة حتى أرفع لكم إياه كيوتيوب. هذا هو الأب ستريم، هذا هو الداون ستريم، هذا مثلا البرود كريست وير، هذا مثلا الشارب كريست وير. شفنا توزيع السرعة شلون يصير، أو توزيع العمق شلون يصير. هنا أنا جاي تشوفون خلينا نقول بالواقع العملي شكله، وهذا هو بالمختبر شلون يمثلون الوير. كما مبين قدامكم زين. هسه خلي نشوف هسه مثلا هذا الجيران الاعتيادي، خلى هاي الارتفاع اللي راح تشتغل شغل الوير. راح تشوفون هنا المي شلون راح يبدي يرتفع وبعدين يصير بنزول. مقدار هذا الارتفاع ممكن نقيسه عن كريست، هذا نستخدم المعادلات اللي راح نشوفها نشتقها، نسميها معادلات قياس التصريف للقنوات المفتوحة. هذا فد شيء خلينا نقول أولي، كتعريف أولي للوير. هسه قايل لك لماذا نستخدم الوير؟ هو مثلا نستخدم فيلوسيتي ميتر، هو نستخدم كارنت ميتر، ليش نستخدم الوير؟ اكو هواي طرق تستخدم لقياس التصاريف، ليش نستخدم احنا الهدارات؟ زين قايل لك نستخدمه بسبب كون قياس التصريف بالاوبن شانل صعب. ليش صعب؟ الاسباب التالية. اولا عادة القنوات المفتوحة مثل هسه هاي القناة لو تشوفوها، هاي القنوات المفتوحة شبيهة تصير المقطع مالتها غير منتظم. يعني لو نشوف هاي الصورة تصير أكثر وضوحا، جاي يشوف هنا أنا مثلا هذا السكشن مو مثل هذا السكشن ولا مثل هذا السكشن، يعني أكو اختلاف بالمقاطع. إضافة إلى ذلك اختلاف السرعة مقطع القناة، مثلا السرعة تصير قريب القاع السرعة تكون قليلة، وكل ما نصعد راح تكون السرعة أعلى. تقريبا يحددوها مثلا يأخذون أفريج بين سرعتين من بوينت 2 إلى بوينت 8 من العمق تقريبا، يعني تمثل هاي الأفريج فيلوسيتي. فشوف أكو هذا توزيع السرعة، لو تشوفوه هنا بالفيديو أو هنا بالباور بوينت، شوفوا مختلف من نقطة إلى أخرى، تمام. زين هسه قايل لك ان تصنيف الوير according to what according to crest type، يعني حسب نوع الكريست. عندي الحاد بالانجليزي شارب كريست اللي هو مثلا هذا صورته بالواقع العملي، وب خلينا نقول بالسكشن خلينا نقول الدايمنشنز مالته هي هاي.
شوف ليش يسموه حاد، يصير الحافة هاي مالته اللي هي هنا تقع تكون حافة حادة بهذا المكان. طبعا احنا نهتم بقياس الاتش، الاتش هي تشمل ارتفاع المي مضافا الى هالفيلوسيتي هيد من اعلى الكريست لغاية اعلى سطح المي، بس على مسافة بعد ما يستقر الجريان. ايش قد هاي المسافة انه يكون الجريان مستقر هو ناخذ قيمة الاتش، يعني من اخذ عند نزول المي، لا على مسافة بالابستريم. واضح؟ يعني هي هاي الحافة، هي هاي الحافة راح يقصوه بهالصورة هاي، وبأبعاد وبديتيلز معينة كل شيء تدخله راح يأثر على معامل التصريف حتى يعطيك تصريف حقيقي مقارب للتصريف الواقعي اللي نقيسه بالأدوات الاعتيادية، مثلا عبارة عن خلينا نقول نقسم حجم على زمن حتى نطلع التصريف، يعني نجيب لك فد خلينا نقول قناة مختبرية على سبيل المثال تجمع بيها المي، وعندك زمن الحجم موجود عندك قسم على الزمن راح تطلع التصريف. نقارنه مثلا على سبيل المثال بالتصريف مال هذا الوير، فراح يطلع معامل التصريف هو علاقة بين التصريف الحقيقي والتصريف المثالي خلينا نقول اللي يعتمد على هاي الأج. واضح؟ فمن جتي معامل التصحيح اللي سميناه سي دي اس، راح نشوفه الديسشارج كوفيشنت. تمام، اكو نوع ثاني حسب الكريست، انه يكون الكريست عريض، مثلا هاي الصورة اللي تشوفوها، او مثلا هذا يسموه البرود كريست، جاي يشوفون هنا كانت حافة حادة، هنا صارت اكو فد مسافة يجري بها المي اعلى الوير مو على حافة حادة. واضح؟ هذا هو الاب ستريم، هذا هو الداون ستريم، وهذا من هنا ينزل المي. مثلا هذا النوع الجريان بيه هسه راح نشوفه مثلا يسموه الفري سيرفيس، او مثلا راح ناخذ نوع اللي هو السبميرج المغمور. عموما هذا هسه التصنيف الاول. التصنيف الثاني يصنف حسب الاشكال مالته. فالشكل الاول مثلا كان المستطيل، انه يكون المقطع اللي يجري بيه المي، يعني انت اوكي القناة موجودة مستطيلة، ولكن التضيق هذا اللي سويته هو التضيق للوير، يتكون شكله مستطيل. هذا شوفه هنا 3D وهنا 2D. ارتفاع المي من اعلى الكريست لغاية سطح الماء سميناه عمق المي، يسمى h small. اذا اضيف له v square over 2g راح يسميه h capital، اللي راح نستخدمها ايضا بالمعادلات. ال p هي شنو تمثل؟ ال p هي يمثل خلينا نقول ارتفاع الكريست، وال b small تمثل عرض الكريست، والبي كابتور تمثل خلينا نقول عرض القناة. هذا مثلا الريكتانجولر، أو عندنا تراينجولر يسموه بالإنجليزي في نوتش، هذا هو الفي نوتش، عبارة عن شكل حرف بي مثلث مقلوب يجري المي بي. من هنا أشوفه بالثري دي، هاي الزاوية دائما مثل يكون متساوي الساقين، هاي الزاوية هي عبارة عن ثيتا. ارتفاع المي من أعلى الكريست، يعني من هاي الحافة لغاية سطح المي، من هاي الحافة لغاية سطح المي اسمه h، h small. ارتفاع الوير أعلى خلينا نقول قاع القناة سماه b، ال p هذا هو ارتفاع المي يسموه ارتفاع الكريست، وال b capital تمثل هنا شنو؟ ارتفاع أو عفوا عرض القناة. هنا b small ما موجودة، ليش؟ لأن يعني الشكل هنا مثلث، b small قيمتها صفر، هنا لا لها قيمة. الشكل اللي بعده اللي هو الترابيزويدال، الترابيزويدال أيضا لو شوفوا هسه أمامكم عبارة عن خلينا نقول هذا هو الشكل شبه منحرف، هذا هو هنا الـ3D، يعني عبارة عن مثلث، نص مثلث منه ونص مثلث، يعني مثلث كامل مع مربع خلينا نقول أو مستطيل. وارتفاع المي من أعلى الكريست اسمه h small، وارتفاع الكريست أعلى قاع القناة اسمه b، وعرض القناة اسمه قلنا نصححها نسميه بي كابتو. هذا نلجأ له مثلا لزيادة التصاريف، مثلا هذا نلجأ له راح نشوف مثلا بكذا تصريف، هذا للتصاريف القليلة. هسه راح نشوف إن شاء الله باشتقاق المعادلات. هسه هذا التصنيف، وأكو تصنيف آخر هو حسب نوع الجريان، يعني هل هو الجريان فري معناته أكو هواء هنا بالداون ستريم، اكو هواء تحت نزول المي، هل الداون ستريم صاعد بحيث يكون اعلى الكريست اعلى هاي الحافة،
أم يكون أوطى؟ إذا كان أوطى يسموه الفري. إذا كان الداون ستريم أعلى الكريست هاي الحافة يسموه مغمور. جاي يشوفون هنا بال2 دي، يعني هذا المويلو شوي يصعد لفوق يصير أعلى هاي الكريست على هاي الحافة راح يكون مغمور، إذا أقل من عندها راح يكون فري، وبالتالي راح يكون هنا وهنا يكون معرض للأتموسفيريك بريشر أو الضغط الجوي. تمام؟ جاي يشوفون ال H capital إذا ضفنا لها ال V square over 2G، إذا عندنا معلومات عنها يصير ال H capital هي عبارة عن V square over 2G بلس ارتفاع المي أعلى الكريست. أما ال B هاي هو جاي يشوفوه ارتفاع على الكريست أو ارتفاع الوير من أسفل القناة، هو هذا يمثل هنا بال 3D. تمام، هذا نوع. نوع ثاني اسمه المغمور. المغمور هذا جاي يشوفوه، طبعا هنا هاي الصورة يعني ما حصلت شوية صورة مغمور واضحة، يعني يكون هنا الداون ستريم أعلى الكريست يصير، يعني بهاي الصورة شوف الداون ستريم هنا صار أعلى من الكريست، شوف هذا المنسوب مال المي بالداون ستريم أعلى الكريست يسموه مغمور. هذا إلى معادلات خاصة بحساب التصاريف تختلف عن المعادلات لحساب الفري فلو. أعتقد أكو طلاب خطية جاية تطلب انضمام، بس لو ونرجع للمحاضرة خلينا نشوف. نعم، خلينا نعطيهم موافقة. تمام، نرجع لمحاضرتنا شباب. وصلنا لهذه الشريحة اللي هي الإكويجن واشتقاق المعادلات. أخوان إحنا بعد يعني مشكلة، هاي طلبة انضمام يأخرنا، يلا ممكن إنه تدخلون مثل ما اتفقنا قبل بوقت، وإذا صار عندك مشكلة اطلع وتقدر تدخل مرة ثانية. أوكي شباب، هسه نرجع لاشتقاق معادلة الوير. اشتقاق معادلة الوير، أول شيء راح ناخذ الشكل الأول حسب الشكل، طبعا راح ناخذ الريكتانجولار نوت أو الشكل المستطيل. نيجي نعرف الأبعاد نعيدها، اتش سمول هو ارتفاع المي من أعلى الكريست، والبي هو ارتفاع الكريست أعلى القناة، والبي سمول هي عبارة عن عرض الكريست عرض الفتحة ممكن، والبي كابيتال هي تمثل عرض القناة. ممكن انه البي سمول تساوي البي كابيتال، ممكن انه هاي الادانات الموجودة منا ومنا اشيلها. يعني اذا ما اعطاك السؤال او انت ممكن انه نتيجة تصاريف عالية ما تسوي تضيق هنا بهذا المكان، تخلي المي يعبر على عرض الـ القناة، يعني شيل هاي الإذان منها، شيل هاي الإذان منها، راح يصير هاي كلها مي يعبر على الكريست، يعني يصير كأنما حافة واحدة تبتد من هنا تنتهي لهنا. هاي في ماذا ما أعطاك البي سمول أو ما أعطاك عرض الوير. نلجأ لهذا من عندنا من التصاريف عندنا عالية فبنحتاج نسوي تضيق. أوكي، نيجي لهذا الشكل نكبره، ناخذ له كأنما زوم، ناخذ شريحة بي، عرض الشريحة دي اتش، المسافة من الشريحة إلى سطح الماء سماها اتش سمول، العرض هو البي سمول مثل ما موجود، والاتش هو عبارة عن الفيلوسيتي هيد زائدا ارتفاع المي، يعني الطاقة الكلية خلينا نقول بهذا المكان عبارة عن واي زائدا، إذا تذكرون قانون الطاقة الـ E تساوي واي زائد في سكوير اوفر 2G، هو الاتش مثل الطاقة الكلية. اوكي، هنا انا كاتب لك سرعة الستريب او هاي الشريحة هي عبارة عن تحت الجذر 2GH، هاي جاية من اشتقاق معادلة برنولي بين نقطتين اذا تتذكروها، عندك خزان ونهاية الخزان عندك انبوب، هي تعرف السرعة مال هذا الانبوب، تاخذ نقطتين راح تشوف البرجر مهجة وهجة تروح، بي سكوير الى سطح الخزان تروح للنقطة الاولى، بي سكوير الثانية تريدها، الاتش هنا يمثل او يمثل ارتفاع نقطة الاعلى الخزان، والنقطة الثانية راح تكون يعني النقطة عند الداتم فتكون صفر، تطلع 2GH تحت الجذر، ليش؟ في سكوير اوفر 2G، تنقل ال 2G لهناك تاخذ لها الجذر لا تذكروا يطلع تحت الجذر 2GH، فهاي انتم تذكرون المرحلة الثانية. مساحة السترب عبارة عن البي في الدي اتش، هاي مستطيل، مساحة مستطيل بي في الدي اتش، فالدي كيو هي عبارة عن
السرعة في المساحة، أجيب هاي السرعة نزلتها، هاي المساحة نزلتها هنا، هاي خطوة يعني مفهومة. الخطوة اللي بعدها إن كامل من خلينا نقول ارتفاع من صفر لغاية ما يساوي ال H كابيتال، جيد. بعد الاستكام راح تطلع عندنا هاي المعادلة 2 على 3 تحت الجذر 2G في البي، البي مثل عرض الكريست، وال H اسمه 3 على 2. راح نشوف نحتاج نصححه حتى نطلع التصريف الحقيقي. معامل التصريف يسموه هذا الديسشارج كوفيشنت أو معامل التصريف. هذا الديسشارج كوفيشنت ممكن نحصله من شارتات، ممكن أعطيك إياه مباشرة بالسؤال، ممكن أعطيك إياه بمعادلة لها علاقة بين الارتفاع الـ H وهذا الـ P. فهذا هسه راح نشوفه بالأمثلة. فإذا التصريف الحقيقي هو يعتمد على عرض الكريست وعلى الارتفاع. قايل لك ملاحظة مهمة انه تنتبه انه هنا الفيلوسيتي اذا موجودة كانت بالابستريم او في منطقة المقدم هنا، او موجود هنا عرض القناة وعندك تصريف، معناته الفيلوسيتي موجود بشكل غير مباشر، فتأخذها بنظر الاعتبار وتكون هاي الاتش عبارة عن في سكوير اوفر 2 جي زائدين الاتش سمول اللي هو ارتفاع المي، يعني هذا التوتال انرجي ممكن نسميه هذا الاتش كابيتال. اوكي، هسه نيجي معادلة البي نوتش. هذا قدامك البي نوتش، هذا المثلث لو نيجي نزوم عليه راح نشوف مثلا هاي كانت كلها ثيتا، في نصها ثيتا على 2، الشريحة هنا عرضها دي اتش، منها لهنا اتش كله عبارة عن اتش كابيتال، من هاي النقطة لهاي النقطة عبارة عن اتش كابيتال ناقص اتش. هاي المسافة إذا كانت x فلتطلع عرض الشريحة عبارة عن الطول بالعرض تصير 2x في الدي اتش، مضبوط. فكاتب لك يا بعرض الاسترب أو مساحة الاسترب عبارة عن 2x في الدي اتش. أوكي، من الزاوية تان أنا ما أريد x، أريد أبدلها بدالة الزاوية ثيتا، فأقول من الزاوية تان ثيتا على 2 شو يساوي؟ يساوي المقابل على اليمن على المجاور، هذا المقابل وهذا المجاور موجودات 2 اكس على اتش على 2 على اتش كابتن ناقص اتش سمول. بالتالي راح تكون اكس معلومه هي عباره عن تان ثيتا على 2 في اكس ناقص في عفوا اتش ناقص اتش سمول، نجيبها نحطها هنا راح تصير المساحه تكون 2 تان ثيتا على 2 اتش ناقص اتش سمول في الدي اتش، يعني بدلنا الاكس بما يساويها. طلعت المساحه الفيلوسيتي 2GH، عندي ال DQ هي عبارة أو التصريف هو عبارة للشريحة، هاي عبارة عن المساحة في السرعة، هاي المساحة كلها وهي السرعة. سوى تكامل من الصفر لل H، بعدها طلع الثوابت اللي هي الزاوية ما تتغير هنا على اعتبار الشكل القاسي، احنا مجهزين ومخليه بالقناة ونريد نخليه بالقناة، فهاي موجودة ثابتة والتعجيل الأرضي ثابت، والأرقام هاي 2 تحت الجذر 2 أيضا ثابتة، فيبقى المتغير هو بدلالة ال H small. هذه ال H small من الكامل شرحتها بش المحاضرة شلون نكاملها، راح نشوف تتابع التكامل راح نشوف تطلع النتيجة إنه ال Q هاي theoretical أو نقول الغير حقيقية الغير مصححة، هي عبارة عن علاقة بين التان ثيتا على 2 وال H capital، يعني بمعنى انه البي سمول هنا ما موجوده. ليش؟ لانه الشكل هنا ما بي عرض فاعتمد على الزاويه. اوكي، فحتى تعرف المعادلات خاف يكون الامتحان مالتكم امتحانا حضوريا وليس الكترونيا، فالمعادلات راح تجيك بورقه مكبوسه ويا الاسئله، فحتى تعرف هذه مثلا معادله الوير مال المثلث، هاي معادله المستطيل، انا ما اكتب لك اعطيك اياها لستة معادلات، فتعرف هاي علامتها انه ما بيها بي سمول. اوكي، هنا انا سحب اختصر او ضرب عفوا 4 في 2 8 ونزلها هنا، انا بس رتب المعادله واضاف لها السي دي، صارت المعادله النهائيه لحساب التصريف الاكشوال. اذا علمت ان السي دي ممكن حسابه بشارت يعتمد على هنا ما مبينه شويه بالتسجيل لو شوفها بالمحاضره، يعتمد على الزاويه، ايش قد الزاويه سقطها تحسب قيمه السي دي وتخليها هنا بتحسب التصريف الاكتوال مثل ما راح نشوف بالمثال. اوكي،
الآن نشتق معادلة ترابيزويد الله. ترابيزويد الله حقيقة لو تشوفون شكله هو عبارة عن اللي هو نتني هسه زوم نسوي عليه، عبارة عن مثلثين مو بنص زاوية ونص زاوية، نطبقه نصير مثلث، وعبارة عن مستطيل، فهو ينتج عن مستطيل واحد مع مثلث، عبارة عن تصريف مال المستطيل وتصريف المثلث، فهي عبارة عن 2 على 3 هاي مال معادلة المستطيل، يعني بيها بي، فهذه البي هي هاي وهاي الأشكال كلها، والثيتا على 2 هي جمعها كأنما صار عندنا خلينا نقول في نوتش، والاتش هي نفسها نفس الارتفاع مالتها مثل ما راح تشوفون اللي هو من أعلى الكريست اللي هو الأش كابتر. وأيضا لا ننسى أنه إذا كان أكو معلومات عن الفيلوسيتي ممكن تكون الأتش أنه في سكوير أوفر 2 جي زائد الدبث مال المي الموجود. أكو حالة خاصة إذا كان هذا 4 فيرتيكال الميل مالته، 4 فيرتيكال وواحد هوريزونتال، سموه وير خاص سموه سيبوليتي، ممكن أنه نعامله، هذا عالم إيطالي سوى هذا الوير، قال يابا ما له داعي انه انت تحسب للمستطيل وتحسب لل خلينا نقول ايش سميناها للمثلث، ممكن انه تستخدم معادلات، لان انا شويه نسوي وضوح اكثر، نسوي عرض هسه. شوف هاي المعادله عباره عن معادله مستطيل تعتمد على البي سمول اللي هو هذا العرض، وتعتمد على الاتش كابيتال اللي هو هذا الارتفاع مال المي زائد البي سكوير اوفر 2 جي اذا كانت موجوده، وهي معادلة بالفوت، وهي معادلة ثانية بالاس اي يونت. تمام، خلينا نشوف اكو طلاب ما دام نهاية العرض. اوكي الان خلي نروح سوية لنوع اخر من الوير. هنا المعادلة عرفت طريقة اعطاء المحاضرة، شنو نسوي احنا؟ نطي المعادلات، نطي المفاهيم بشكل عام، بعدين نجي الامثلة، ناخذ كل حالة لها مثال. فخلينا نكمل الحالة اللي خلينا نقول اللي بعدها اللي هي البرود كريست وير، اللي هو يكون الحافة العريضة هذه. هذا شو راح يكون بيه الجريان؟ طبعا كاتب لك الجريان هو يشبه جريان بالمستطيل، عدا انه راح نشوف اللي هذا الشكل، انه مكان ما كانت حافة حادة صارت عندي حافة عريضة. ففلسفة الجريان شو تقول؟ تقول يابا الجريان هنا سوبر كريتيكال وهنا كريتيكال، وهنا أنا صار يصير سوبر كريتيكال، وهنا يرجع سب كريتيكال، فراح يصير عندي قفزة هيدروليكية بهذا المكان. فبما أنه هذا الفكرة أنه كريتيكال، يعني هنا الفيلوسيتي تساوي فيلوسيتي كريتيكال والواي تساوي واي كريتيكال، فهذا راح يفيدني باشتقاق المعادلة. خلي بعد نثبت مفاهيم الفي 1 الواي 1 هو سرعة في مقدم خلينا نقول بالقناة في مقدم الوير، ال H هو ارتفاع أعلى الكريست بمسافة يستقر فيها الجريان، وال B هو ارتفاع الكريست، وهذا طبعا البعد منا لهنا يسموه L، يسموه طول الكريست. أحيانا بهذا البرود كريست يكون العرض الوير هو نفس عرض منه عرض القناة، ممكن يكون أقل أو يكون متساوي كأعلى قيمة. تمام، من هذا المبدأ فإن الطاقة الكلية هي عبارة بهذا المكان عبارة عن V سكوير أوفر 2 G زائدا، يعني هاي ال H عبارة عن طاقة كلية هنا بهذا المكان انتقلت V سكوير أوفر 2 G زائدا Y. V سكوير هنا بما أنه نحكي كيس كريتيكال فخليناها كريتيكال، كريتيكال بذات الكريتيكال. أوكي، وما أن فرود نمبر بحالة الكريتيكال مساوي 1، ننسى هنا انه ما ننسى فرود نمبر عبارة عن بي تحت الجذر جي واي، بس هنا خليناها سي لان حطينا قيمة 1 كريتيكال كريتيكال، فتطلع قيمة البي سكوير اوفر 2 جي عبارة عن الواي سي في الجي، نجيبها نخليها هنا واي سي في الجي مكان بي سكوير اوفر 2 جي، وهنا عندنا 2 جي تروح ال 2 جي ويا ال 2 جي، تصير واي سي على 2 زائد واي سي يعني 1.5 واي سي، يعني الاتش عبارة عن 1.5 واي سي، 3 على 2 واي سي، هاي احتفظ بيها. نيجي هنا للمساحة المائية المنتقلة عبارة عن عرض القناة أو عرض الكريست، هذا إذا كان مساوي عرض القناة يكون البي سمول مساوي البي كابتل في الارتفاع مال المي، هاي المساحة المائية. والسرعة نجيبها من هنا، السرعة من هنا نجيبها، سرعة تساوي تحت الجذر جي واي من هاي المعادلة، سرعة تساوي تحت الجذر جي واي، خليها هنا. فعندي المساحة من العرض
المسائل أو التصريف يساوي عبارة عن المساحة المائية في السرعة مثل ما تشوفون، وبالتالي يعوض هنا جاب المساحة المائية وجاب السرعة، درجة بدل بكل واير كريتيكال بدلها بما يساويها بدلالة ال H، يعني واير كريتيكال تساوي 2 على 3 من ال H، حط هنا 2 على 3 من ال H، حط هنا 2 على 3 من ال H، ممكن هاي واير كريتيكال. وراها رتبهن أكثر، واحد ونص، هاي هم شوف اثنين هذني، هذه واحد وهنا نص، وهنا ال H واحد وهنا نص، فخلان اس واحد ونص، طلعت جي برا استماها تحت الجذر، صارت عندي هاي معادلة خلينا نقول البرود أو كريست وير، ناتجة من أنه فلسفة أنه يكون الجريان هنا كريتيكال. قيمة السي دي مثلا في هذه الحالة ممكن أن يكون هو علاقة بين ال H إلى B، ال H هو يمثل هذا الارتفاع وال B يمثل الارتفاع الكريست. ولا ننسى أنه إذا كانت هناك معلومات عن القناة ممكن يكون ال H كابيتال هو بي سكوير اوفر 2 جي زائدا سميناها عمق المي. تمام، هسه الحالة اللي بعدها نقول الحالة الأخيرة انه يكون عندي جريان سبميرج مغمور، يعني الكريست هنا بالداون ستريم، يعني عفوا الكريست المي بالداون ستريم اعلى الكريست، يصير جاي يشوفون المي بالداون ستريم اعلى الكريست، فراح يصير عندي جزئين من الجرايين، جزء هذا هاي النزلة راح نعامله مثل معادلة المستطيل هذه، وهذا جزء طالع قبل راح نحسبه من خلال هاي المعادلة. نيجي هسه لهاي المعادلة، معادلة المستطيل، الجزء النازل خلينا نقول هاي النزلة هاي الخسفة عبارة عن البي عرض الكريست ايش قد يصير؟ اتش اس 3 على 2، هنا أنا منو اللي سوى فرق الجريان؟ وعبارة عن ال H capital ناقص ال H small، فهاي خلاها مكان ال H. ليش؟ لأن هي أنا أريد هاي المسافة، هاي الخسفة سببت الجريان، فهي عبارة عن H capital ناقص H. أوكي، سماها CD1، عوضها اعتبار عود معامل تصحيح واحد. هنا هاي الحالة عبارة عن طالع قبل هذا الماشي على ويلي فولتد، يقول عبارة عن مساحة مائية في الفيلوسيتي، هاي المساحة المائية H في البي، هاي اتش والبي عرض الكريست، اذا كان بي تساوي بي كابتر فيكون عرض القناة مثل ما قلنا، و 2 جي اتش قلنا السرعة 2 جي اتش، هنا الاتش ليش خلي اتش كابتر ناقص اتش سمول؟ لان هي اللي سببت الجريان، هو الفرق المنسوب بين هذه وهذه اللي هي اتش كابتر ناقص اتش سمول. فحصلنا على المعادلة الثانية، نجمع هذه كالنتيجة وهاي النتيجة، طلعت معادلة المي المنتقل من هاي النقطة إلى هاي النقطة، وبالتالي حسبنا التصريف للقنوات في حالة إن المي بالداون ستريم يصير أعلى بكثير أو أعلى من الكريست، يسموه جريان مغمور. جيد، الآن نبدي بحل الأمثلة. تمام، خلي ما يخالف نقبل الانضمام على اعتبار أنه بدأت الآن محاضرة الأمثلة، كانت ذيك مراجعة. محاضرة الأمثلة صراحة كل حالة حلينا عليها مثال، نجي نستعرض هسه سويا وياكم. نيجي هنا نسوي عرض، كاتب لك يا ديسشارج تصريف عندي قيمته 0.08 كيومكس، يعني مثل مكعب بالثانية، يمر أعلى ركتانجولار وير، إذا لا أنسى إنه الوير اللي عندي هنا مستطيل 0.3 متر لونج. احيانا ال 0.3 معناته هذا ارض الوير، يكون مرات يسمي لونج اوف وير اذا مستطيل، ممكن يكون هو ال 0.3. يقول انشئ كونستريتد اكروس شانل، عرض القناه ايش قد؟ 2 متر، معناته مسوي تضيق البي سمول 0.3 والبي كابيتال 2. ارتفاع الوير 1.5 متر، يعني هذا ال P زين، من طبعا كلمة ال P من البايل، إذا تجمع حدا ربع تعرفون P يعني P مقصد ال P. أوكي، أوجد هنا عمق المي بالقناة، يعني أريد الووتر ديبت بالقناة شقد بالأبستريم، معطيك هنا مسهل لك الأمر معامل التصحيح أو معامل التصريف،
0.62. طبعا من يقول لك مستطيل لازم ترسم انت هذا الرسم، انه هاي تمثل 1.5 وهذا هو العمق h، هو يريد هاي ال h كلها، h سمول زائد 1.5، يعني ايش قد ال h سمول نطلعها؟ اكيد ال h سمول راح نطلعها معادلة الوير. هذا هسه نقول لونج فيو، وهذا هو ال خلينا نسميه السايد فيو، ها هي 2 متر، ها هي ال 0.3. شوف اكو تضيق، اكو اختلاف. هسه وفق هذا الرسم معادلته هي هاي كيو 2 على 3 سي دي بي سمول تحت الجذر 2 جي اتش اس 3 على 2. نجي وحده ال سي دي موجوده الحمد لله، التصريف موجود والحمد لله، ال بي سمول موجوده ايضا، هايها 0.3. التعجيل هنا وحداتي متريه، اذا 9.81، انتبه دير بالك من الوحدات، خاف يعطيك اياها بالفوت، يعني سي اف اس مثلا يعطيك التصريف، ادر بالك التعجيل هنا ايش تاخذه، لازم 32.2. جيد، الاتش هنا تمثل، قلنا الاتش تمثل ارتفاع المي، اذا ماكو معلومات عن السرعه، واذا اكو معلومات عن السرعه لازم ندخلها بنظر الاعتبار. فكاتب لك عوض هنا، راح طلع الاتش كابيتال. الاتش كابيتال ايش تسم يعني شنو تمثل؟ تمثل هذه الارتفاع من اعلى الكريست لغايه خلينا نقول خط الطاقة العليا اللي هاي الاتش كابيتال، قد طلعت هنا 0.28 من نال هنا، يعني 0.28. زين انا ما اريد من نال هنا، اريد هاي الاتش سمول. فكاتب لك الاتش كابيتال عبارة عن الاتش سمول زائد في سكوير 1 اوفر 2 جي. ليش خذت بنظر الاعتبار تأثير السرعة؟ لأن السرعة موجودة بشكل غير مباشر، ما أنه موجود تصريف، انتبه موجود تصريف، موجود عندي عرض قناة، معناتها السرعة موجودة بشكل غير مباشر. سرعة مال هذه ممكن أدخلها بنظر الاعتبار، إذا أكو تصريف وأكو عرض قناة لازم أدخل الـ H أنه تكون تشمل عمق المي زائد الـ Head Velocity اللي هو الـ B سكوير 1 أوفر 2 G. تمام. هسه الـ Q تساوي الـ V1 في الـ Area 1، يعني المساحة المائية الأولى اللي تمثل شنو المساحة المائية؟ عبارة عن عمق المي كل اللي أبحث عنه اللي هو 1.5 زائد h في 2 عرض القناة، هي هاي المساحة المائية بالأبسترين بالقناة. شنو هي القناة أبعادها؟ عبارة عن 2 عرض وارتفاع المي هو هذا الكلي 1.5 زائد h. فأكتب هي عبارة عن ال V1 في 2، ليش 2؟ يعني عرض القناة 2 وهذا هو ارتفاع المي بالأبسترين، h small زائد 1.5. اوكي، اجي شو اسوي هسه؟ الاتش كابيتال انا مطلعها هاياها نزلتها 0.28، اتش سمول نزلتها هنا اتش سمول، هذا في سكوير اوفر 2 جي اقدر اكتبه تصريف تربيع على اريا تربيع، يعني هاي تصريف تربيع، هاي 0.08 تربيع موجود على الاريا تربيع، هاي كلها اريا تربيع، فعلا هاي جابها كلها نزلها تربيع في 2 جي، معادله بيها بس اتش مجهوله، اطلع الاتش سمول. شوفوا هنا الاتش سمول، الاتش سمول تقريبا ايش قد؟ 0.28، معناته فعلا اللي يهمل، شوف هنا انا الدليل لك، اللي يهمل الفيلوسيتي هيد بالابستريم مو غلطان. شوف ايش قد قيمتها فيلوسيتي هيد 0.0، يعني ما لها قيمه 0.001 متر، مو فيلوسيتي هيد في سكوير اوفر 2 جي. فشوف هنا راح نشوف الهيد الكلي هو مساوي علما لعمق المي، فهذا هم فد علامة انه بس انت بالحسابات ممكن يصير غير شيء، ممكن يصير الى قيمة، فانت حتى تعرف التفاهم الموضوع اذا موجود عندك عرض القناة، موجود عندك التصريف، يعني عندك طريق لحساب الفيلوسيتي هيد بطريقة غير مباشرة شلون هسه سوينا، ممكن تدخله بنظر الاعتبار وتحسب قيمة ال H بدلالته اللي هو ارتفاع المي اعلى الكريست. اوكي، هسه العمق الكلي طلع لو ما طلع؟ طلع، ليش؟ نقول هو 0.28، لا هذا الارتفاع اعلى الكريست، عمق المي الكلي شيء يمثل الارتفاع من هنا من هاي النقطة لغاية الداون ستريم، عفوا من هاي النقطة لغاية أسفل القناة اللي يمثل 0.28 زائد 1.5، هذا هو العمق اللي يريده بالسؤال. تمام، هذا نوع من الأسئلة.
نوع ثاني من الأسئلة مثلا قايل لك في نوتش وير يقي هذا مثلا في المثلث يقيس تصريف من بوينت 1 للبوينت 2. طبعا احنا ليش نلجأ للفي نوتش؟ ليش بنستخدم مستطيل؟ لقوا انه بالتصاريف القليلة يصير اكو الاكيورسي الدقة مال الريكتانجولار وير تصير قليلة، فسووا لجأوا الى وير بديل اللي هو المثلث، انه بالتصاريف القليله يعطيك دقه عاليه اللي هو الوير اللي خلينا نقول التراينجل المثلث او البي نوتش. يقول هاي هنا تشانل الرينج مالتها من بوينت 1 لبوينت ايش قد 2 متر مكعب على الثانيه، اذا هاي الوحدات متريه. قال لك هنا ايش قد قيمه الماكسيمم هيد، يريد الماكسيمم هيد ايش قد قيمته للوير إذا علمت أنه الزاوية لهذا المثلث هي قيمتها 45 درجة. أرسم الرسم مالتي، هذا هو يمثل خلينا نقول الحافة، هذا اللونج فيو، هذا هو السايد فيو. بما أنه مثلث ما عندي غير هاي المعادلة، أجي أضع هو شو يريد؟ يريد الماكسيموم اتش، يعني يريد هاي الاتش. لأن أنا عندي قيمتين للتصريف، عندي بوينت 1 وبوينت 2، بما أنه ماكسيموم أكيد راح آخذ البوينت 2، إذا التصريف موجود بوينت 2. السي دي ما موجودة، ما مطيني اياها. تعجيل الأرضي موجود 9.81، لأن عندي التصريف راح أدخله بوحدات متر مكعب بالثانية. الثيتا 45/2، الاتش هو أنا اللي أريده. إذا حطيت عوضت هنا، بقت عندي السي دي واقفة ما أقدر أحسبها، بس سويت رحت للشارت. خلي نشوف الشارت، طبعا يعتمد على الزاوية ما طالع هنا، خلي نأخر العرض. المفروض لو موجود العرض يجي هنا يسقط مثلا الزاوية قد عندنا 45، 45 بين 40 وبين 60 50، فال45 بين 40 وبين 50، فمدخط منا وصل اللي جاي وراها من قاطع ويا هذا الكير راح قرأ نقطة. هاي نقطة شلون يقراها؟ عنده منا لهنا جاي يشوفها هنا بوينت 5.7 وهاي بوينت 5.8، فبالنص بوينت 5.75، تيجي تصعد تصعد شوية أعلى هي، فتقريبا بوينت 5.78 هاي بهذا المكان 5.78. جيبها حطها بهاي المعادلة راح تطلع قيمة ال H مثل ما تشوفون، تطلع قيمة جاي يشوفون هيجي يسقط، وقال يابا هاي بالنص هنا تصير هذا المكان هي البوينت 5.75، ونجي نصعد تقريبا تطلع بوينت 5.78، تطلع قيمة ال H تقريبا بوينت 6.6 متر، وهاي هي ماكسيموم H اللي تقابل أعظم تصريف. إذا قال لك مينيموم ماكسيموم H طلع قيمة ال H مرة واحدة للبوينت 1 للتصريف بوينت 1، ومرة ثانية للبوينت 2. إذا نشوف معادلات الوير معادلات بسيطة مباشرة التطبيق، ما بها أي لوفر. دكتور نعم ممكن تعيد السي دي؟ تيون حسبنا هاي السي دي اللي هي بوينت 5.78 نعم طلعتها من الشارت. نعم أعيدها شلون طلعناها. ماشي ايه. نعم هسه عندي طبعا يعتمد الشارت على الزاوية، حكينا هذيك المحاضرة يعتمد على الزوايا. جاي تشوفون اخوان هاي على الزاوية، يعني لو شوية اكبر سوي زوم، هاي هاي جاي تشوفوها يعتمد على الزاوية. شوف الزاوية هنا كاتب لك ايش قد الزاوية نوتش انجل مثلا هنا، انا بالسؤال عندي 45، فاجي بين ال40 صايرة وبين ال50، بس بين ال60 هي شنو 50، حددت النص جريت خط بالرصاص خلينا نقول. اجيت هسه منا لهنا 50 قلنا، اذا ال40 صايره ال45 صايره بين ال40 وبين ال50، مديت خط سقطت مشيت الى انقطعت وصلت خلينا نقول شو اسمه للكيرف مالتي، وقفت هنا اروح اقرا بهاي الاتجاه هي قيمه السيدي مباشره. بس لو نروح بلكي هيجي يمكن الجزء الثاني يقدر نشرحه، يعني ما صاير جوه. هاك شوف اجى هنا نريد نشوف هاي النقطة ايش قد قيمتها. عندي المسافة منا لهنا، يعني شو نشوف باوع لها بوينت 5.7، هنا بوينت 5.8، النص مالتها
النص 0.575، فهي بعد أعطيها 0.67 إلى أن أوصل تقريبا 8 هنا، وهنا 0.579 0.58 إذا شوية أعلى من عندها، فهي تقريبا 0.578. من ندخلها بالمعادلة قيمتها هنا راح تطلع قيمة الـ H 0.66 متر. أوكي إن شاء الله واضح. هسه المثال الثالث شو يقول؟ ما أخذ لك إياه على البرود كريست وير. يقول وضع بقناة مستطيلة عرضها 2 متر، خمن التصميم إذا علمت أن ارتفاع المي بالأبستريم هو 50 سنتي. هاي معناته باوع، هذا هو اللي قايل عليه ارتفاع المي بالقناة 50 سنتي، واضح؟ وهذا ارتفاع البرود كريست اللي هو 20 سنتي مطي بالسؤال. فارتفاع المي من أعلى الكريست هي عبارة عن 50 ناقص 20، تمام؟ هذا اللونج فيو. والسايد فيو دائما أرسم بي أنا شنو؟ أرسم بي أرض القناة، أرض القناة موجود 2 متر. البرود كريست وير تذكرون معادلة أكو كانت لإيجاد قيمة السي دي تعتمد على البي من الفايل بي والإتش. فأجي هسه أقول يا بالأبستريم الـ H small هي عبارة عن 0.5 ناقص 0.2 مثل ما قلنا ونساوي 0.3 متر، تمام. الـ H capital هو عبارة، ليش الناس تخدم هاي؟ لأن أكو عنده تصريف، طبعا ما موجود التصريف بشكل غمني، بس عنده عرض قناة موجودة وعندي ارتفاع مي موجود، فمعناته لازم أدخل الـ velocity head. فالـ H capital راح تعتمد على الطاقة الكلية اللي هو العمق المي اللي هو 0.3 زائد V سكوير 1 over 2G. حط هنا 0.3 هنا Q تربيع على area يعني V سكوير over 2G، Q تربيع على area شو تساوي هنا؟ 0.5 في 2 صح؟ الـ area بالأبستريم هي عبارة عن نص متر في عرض القناة اللي هي 2 دمية هننزلها. تربيع تربيع لأن عادلة الـ V سكوير، تمام. 2G هنزلت 2 في 9.81، ليش 9.81؟ أكد ليش الوحدات عندي مترين. إذن صارت عندي معادلة بين الـ H وبين الـ Q تربيع، أخليها على صفحة حصلتها. معادلة ثانية أنه عندي بين الـ CD وبين الـ H capital على الـ P، هاي معادلة مطيها بالمحاضرة استون نطيتها لإيجاد الـ CD. الـ H capital هنا هي منا نقدر نجيبها عبارة عن V square over 2G زائد H small، بسطناها ياها. والـ P P موجودة 0.2، عوض صارت عدة قيمة CD هم بدلالة Q تربيع. وين يريد يوصل؟ طبعا بسطها وصل هاي القيمة. يريد يوصل انه من يستخدم هاي المعادلة صارت هنا Q عنده، هاي الـ B معلومة، ما حاكيش قد عرض شو اسمه عرض الكريست، بما انه ما حاكيش قد عرض الكريست راح ناخذ نفس عرض القناه 2. لو حاكيش قد عرض الكريست اخذناه، ما دام ما حكي اخذ نفس عرض القناه راح ناخذ 2. على عرض القناه هاي الارتفاع موجوده مال الوير، ايش قد عرض القناه؟ 2 متر 2 متر ممتده، عرض القناه يساوي عرض الوير هنا، فهاي البي سمول تساوي البي كابتل يعني تساوي 2. تعجيل الارض موجود، السي دي هاي ها بدلات الكيو انزلها، الاتش كابيتال ايضا بدلاله الكيو انزلها، معادله كلها بدلاله الكيو، اقدر اطلع الكيو اقدر بطريقه تراي اند ايرور، بحيث تفرض قيمه تطلع تكون قيمه يسرى يسموها تراي اند ايرور، تطلع قيمه الكيو 0.23 متر مكعب بالثانيه. شوف هذا السؤال، هذا السؤال عام شمل انه استخدم قيمه السي دي بدلاله الاتش على البي، والاتش خذاها قيمة الهيد الكلية توتال هيد في سكوير اوفر 2G زائدا عمق المي، واضح؟ فهذا نوع ايضا من الاسئلة. بعد عندي نوع بسيط من الاسئلة اللي هو الوير المغمور، قايل لك وير مغمور يتكون من خلينا نقول بعرض قناة مستطيلة 8 متر لكريست وير اعلى
البي اتش ان ال، يعني ارتفاع الكريست هايج قد 1 متر. اوجد التصريف، شوف قايلك اذا كان عمق المي بالاب ستريم، جهه الاب ستريم 1.5، وبالداون ستريم 1.1. اخذ قيمه السي دي للفري والداوند، بس حكيناها بالسبمرجنس المحاضره، اكو عندنا جزء فري وعندنا داوند. للجزء الفري 0.6 وللداوند 0.8، اهمل الفيلوسيتي ابروتش. معناها قايل لك اهمل الفيلوسيتي ابروتش، معناته انت بعد الهيد الكليه شو تساوي؟ تساوي عمق المي. اوكي، هذا راسم لك اياه، هذا المطلوب بالسؤال كمعطيات، هذا هو الواحد متر ارتفاعه، هاي هي الواحد ونص، وهاي هي 1.1. جاي شوف هنا بما انه الثلاث قسمه هاي واحد هاي 1.1، فهذا مغمور. هو هم قايل لك سب ميجر. طلاب تفضل تفضل دكتور، بس اكو طلاب تريد ما قاعد تتوافق. المشكله يعني بعد مرور ايش قد، شوف الساعه بيش يمك 7:19 دقيقه، شقبل من حاولنا من زمان يقول هم ما ادري المفروض يعني. الله مو مشكله، اوكي الله على حسابك. نرجع شوف هنا عمق بالداون ستريم المي اعلى الكريست، معناتها مغمور. فهو هم قايل لك مغمور، نفرض ما قايل لك مغمور، فانت لازم تعرفه مغمور. ليش؟ يعني المي عمقها بالداون ستريم اعلى الكريست، منسوبه على الكريست، فهو مغمور. بال دائما بالسايد فيو ايش نرسم اذا تتذكرون؟ نرسم القناه، انه عندي القناه ايش قد عرضها؟ نعطيك عرضها 8 متر مثل ما موجوده قناه بدايه السؤال. هاي هي معادله الوير المغمور. هاي الفري قلنا الجزء النازل يسميه الفري البورشن الاول، معطيك السي دي مالته 0.6، وهاي للداوند اللي طالع قبل هاي 0.8. شوف كل الموجودات ب عرض القناه نفسه، ما حاجه ايش قد عرض الكريست، جايب طالع عرض الكريست، ما جايب طالع 2G 9.81 H، لازم H أحسبها عدد. لو نرجع لل H، هي عبارة عن شنو؟ الارتفاع أعلى الكريست، وين؟ بالأب ستريم. وال H سمول، ارتفاع أعلى الكريست بالداون ستريم. وإذا نحسبهن عدد، فقايل لك يا بال H كابيتال، الارتفاع بالأب ستريم هي عبارة عن 1.5 ناقص 1، تطلع 0.5. وال H small هي عبارة عن الارتفاع بالداون ستريم اللي هي 1.1 ناقص 1. ايش قد يطلع كنتيجة؟ يعني خلينا نقول H capital ناقص H small 0.5 ناقص 0.1 ايش قد؟ 0.4. تقدر انت مباشرة تقول هو الفرق المنسوب بين هاي النقطة وهاي النقطة، هم يطلع 0.4. يعني 1.1 ناقص 1.5 عفوا ناقص 1.1 يطلع كنتيجة 0.4. فممكن ما تستخدم هاي، يعني هاي طريقة هاي، ممكن بالمناسيب هذا المنسوب ناقص هذا المنسوب هو سبب الجريان، وهو عبارة عن 1.1 ناقص عفوا 1.5 ناقص 1.1 اللي هي تطلع مباشرة هنا كقيمة تنزل بالمعادلة 0.4، وهنا أيضا 0.4 كله موجود، ال H موجودة. ايش قد ال H؟ طبعا هو ارتفاع المي بالداون ستريم 1.1 موجود هاي، فنطبقها والبي 8 لا ننسى، تطلع قيمة التصريف كله موجود، قيمة التصريف 5.38. ليش؟ لأن أكد قيمة ال سي دي موجودة بشكل غير مباشر، أو عفوا مباشر، إنه بالفري هاي الجزء يسموه جزء الفري، تذكروا قلنا النزلة مال المغمور، هاي النزلة قيمة التصحيح هذا سميناه الفري، والداوند أو السبميرج اللي هي هاي قيمة السي دي مالته طالع قبل المي، قلنا اللي طالع قبل هذا معامل التصحيح مال تمطي هاي قيمته 0.8. اوكي، المثال اللي بعده يتعلق، خلينا نشوف، تمام، المثال اللي بعده يتعلق بموضوع انه اشتقاق المعادله. يعني احنا شفناه هسه ترابيزويدر وعباره عن معادله مستطيل زائد مثلث. هنا شو يمثل هذا النوع من الوير؟ يسموه الستيب وير المتدرج، هو عبارة عن علاقة، يعني تجميع بين شنو؟ بين معادلات للمستطيل. عندك هذا مستطيل وهذا مستطيل وهذا مستطيل، فصارت المعادلة مال المستطيل إذا تتذكروا أخذناها هذه اللي اشتقيناها لهذا الوير لهذا الشكل. زين، عندي كم مستطيل هنا؟ عندي هذا واحد
B1 وB1 كعرض، وعندي البي2. البي1 البي1 ارتفاع المي بي شنو؟ H1 الهيد مالته، أعلى الكريست H1. والبي2 العرض مالته ايش قد ارتفاع الهيد؟ H2. ايش راح تصير المعادلة؟ شوف 2 على 3 CD1 زين تحت الجذر نفسه، شوف نزل سما CD1 ليش؟ يعني عده تجميع، عده هنا تصحيح بسبب هاي الحواف، وعده تصحيح بسبب هاي الحافة، سماها CD1. تحت الجذر نزل تحت الجذر. نجي للبي 2 B1 يعني هاي وهاي ليش؟ يعني نفس المنسوب نفس المستوي، تعبر عن نفس التصريف نفس التصحيح. 2 B1 ايش قد الهيد للبي1؟ مقداره H1، حطه H1 بس 3 على 2. نزل الجزء الثاني بقى هذا بالنص الغميق، هذا بالنص، شلون اعبر عن تصريفه؟ نزل 2 على 3 CD2 هنا تحت الجذر 2G B2 على اعتبار اني على هاي جاي اشتغل، والهيد هنا هاي الهيد اللي اثرت وسببت الجريان هنا على الكريست اللي هو H2 اس 3 على 2. اذا ممكن اي شكل من الاشكال، اذا تجميع، تجميع مستطيل 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 ومثلث، ثلاث مستطيلات ممكن اكثر من بعد نزله يسموه بعد كسره بعد بهنا حفره ثانيه لجوه، تعتمد على من هاي على قيم الهيد والسي دي تعطيها ترقيم بنفس المستوى سي دي 1 نزلت سي دي 2 بعد نزلت سي دي 3 وهكذا. زين خلينا نشوف الهوم وركات. الهوم ورك الاول قايل لك ستيبت ريكتانجولار وير، ها هنا دير بالك انه يا با ستيبت وير قايل لك يا با الابر ستيب 1 متر عرضها بوينت شو اسمه والعمق مالتها بوينت 3، واللور ستيب يعني النزله الثانيه الدرجه الثانيه بوينت 6 والعمق مالتها بوينت 5. اوجد التصريف اذا علمت انه قيمه السي دي بوينت 6. هذا نفس المعادله اللي اشتقيناها هنا، راح نشوف هسه هني هاي المعادله اللي اشتقيناها عليها من اعتمدت انت هنا مطيق لك سهمك من هالراحه سي دي هاي الجهه بوينت 6 وبهاي الجهه بوينت 6. بقى هنا انت تكون تخمن ايش قد 2 بي 1 وايش قد البي 2، هاي راح نشوفها انت تحلها بالهوم ورك. هذا السؤال. السؤال الثاني مطيق انه يابا عندك مستطيل بمستطيل بمستطيل بمثلث نص منه ونص منه، يقول يطلع لي معادله لهذا شو اسمه لهذا الوير. تقدر تقول اقدر، شلون سوينا هنا؟ هسه عندنا هاي وهاي سويناها نستونا وانضافت لها شنو هنا؟ مال في نوتش تخلي، يعني عباره عن ثلاثه سي دي، واحده للنص لهذا المستطيل، وواحده ذني سي دي، والسي دي الثالثه للفي نوتش. يصير عندك معادله خرطوش متكون من ثلاث باراميترات. اوكي شو يسموه هذا؟ كومباوند وير، وير مركب. واضح؟ اوكي يعني بس خمني المعادله هنا. الهوم ورك اللي بعده مطيك يا بالجريان 5 متر مكعب للثانية قنوات قناة مستطيلة العرض مالتها 10 متر النورمال ديبث، يعني الواي بالقناة ايش قد مطيك اياه؟ 5 متر. يقول خلينا شارب كريستد وير ارتفاعه 5 متر خليناه بنص القناة يعني عمودي على الجريان، اوجد العمق الجديد، يعني اكيد انت بتخلي حاجز بالمي راح يصير ارتفاعه بالمي، ايش قد العمق الجديد يصير؟ مطي قيمة السي دي جهز لك اياها بوينت 6. سؤال بسيط معناته اريد عندك شنو العمق الجديد اللي راح يتكون ايش قد؟ يعني لازم توجد اتش كابتور وضيف لها قيمة الكريست الموجودة اللي هي ارتفاع الكريست اللي هو 5، شوف ايش قد راح يرتفع المي. سؤال بسيط هذا، هي اسئلة الوير عموما بسيطة. الهوم ورك اللي بعده، طبعا هذا السؤال بالمناسبة هذا السؤال الثالث ممكن انه السي دي تخليها ما موجودة تجيبها من هاي المعادلة يصير اكثر تعقيدا شوية، يعني سي دي ما اعطيك اياها جاهزة اقول لك حط هاي المعادلة استخدمها، فانت شو تسوي؟ راح تصير كانما وحدة بدالة الثانية تصير معادلة تتركب. وشلون سوينا هسه بدالة كيو تربيع من شفناه من حلينا ممكن هيك ينحل. عموما السؤال الهوم ورك الرابع يقول لك يا ريكتانجولار وير العرض مالته 1.6 يقول لك ما هو الارتفاع؟ شوف اذا نحافظ انه على الاوبستريم على ايش قد الاليفيشن الاوبستريم 2.35 متر للتصريف 0.4 متر مكعب بالثانية، هذا هم بسيط
وممكن تستعين بهاي المعادلة أيضا، راح يكون وحدة بدلالة الثانية بإيجاد قيمة الارتفاع للوير. أوكي شباب، أنا بالنسبة لي صراحة خلصت محاضرتي، فأستمع الآن إلى أسئلتكم. تفضلوا شباب.